مباراة اليوم هي المباراة الأولى في دور المجموعات بعد تحضير الكاميرات تلاحق والكل عين عليه في هذه الأثناء. الكل يتحدث عن قرب خروجه من الفريق لكنه يلعب أساسيا من البداية. دقائق على انطلاقة هذه المباراة، نتمنى نشاهد مباراة تليق بالمستوى. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. أجواء ماطرة هنا في ملعب المباراة كما تشاهدون في الصورة. أنا فارس عوض وسعيد بالتواجد معكم لتغطية هذا اللقاء. لحظات على انطلاقة المباراة الثانية في دور المجموعات من هذه البطولة التحضيرية. فريق ولفرهامبتون يواجه البلوغرانا نادي برشلونة. شوف التحرك اللي قبل الكرة، تسلل سليم. فرانكي دي يونغ، مارتينيز، الكرة في التماس الآن. بتضيع الكرة، يا سلام على البينية من إنييستا. فرصة متاحة للتسجيل، ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. لنتحدث قليلا عن قيمة وأهمية وجود النجم ليونيل ميسي في لقاء اليوم. لديه مهارة كبيرة في إنهاء الهجمات، يتواجد في المكان الصح دائما، عنده قدرة على التسجيل في أي لقطة. نيلسون سميدو، تمريرة رائعة. لو تأخر شوي في التحرك لكان في موقف سليم في هذه اللقطة. ديالو، راؤول خيمينيز، بيجرب بيشوت، لا تمر من بيكيه. الحكم يعطي الأفضلية لبرشلونة. جيرارد بيكيه، فيرجيل فان دايك، أندرياس إنييستا. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. يتقدم نحو المرمى، لديه فرصة لإرسال كرة عرضية. يبعدها من مناطق الخطر. نيمار بيعدي وبيمر بالكرة، قراءة رائعة للكرة والدفاع في الوقت المناسب، قطع للكرة في الوقت المناسب. ديالو،
نيلسون سميدو. وصول الدعم من الزملاء في هذا التوقيت. راؤول خيمينيز. مارتينيز. الأمطار تسقط، نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. أوهو ماذا يفعل الآن؟ أوهو هذا اللي نقول عنه أسهل هدف في العالم، المرمى خالي والكرة في الشباك. شوف الإعادة، شوف اللقطة، المرمى كان خالي، كل اللي سواه أن تابع الكرة داخل المرمى. ما في أسهل من هذه الكرات للتسجيل. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. جواو موتينيو. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. فرصة لوضع الكرة في الشباك. البث التلفزيوني بيعدي فيها، يتقدم فيها في الوقت المناسب، يتدخل ويقطع الكرة. دي يونغ تصل عند أنيستا. نيمار. تقدم يزيح الضغوطات من على الفريق في الاستراحة ويضعهم. شوط أول أنهاه البارسا متقدم في النتيجة، والآن علينا بأن نشاهد ماذا سيقدم الفريق في الشوط الثاني. تمريرة ميسي لا تمر. افتكاك ممتاز للكرة. جوني. كلام يتحدث عن الأخبار التي تؤدي. فرصة للتسجيل. محاولة جيدة، تصويبة من مسافة بعيدة بدون أي خطورة على حارس المرمى. ليونيل ميسي. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. ممتاز التصدي، تألق كبير من حارس المرمى. مارتينيز يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. دانيال بوتانس. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. راؤول خيمينيز. تدخل ناجح على الكرة. فرصة مثالية لهجوم. فرصة خطيرة هنا. أندريس إنييستا. يا رب هدف يأتي الآن، والبارسا تقدم بفارق الهدفين الآن. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كرة مقطوعة، تتخلص بشكل ممتاز. كرة بينية خلف المدافعين. برشلونة وفريقه يفقد الكرة. يفقد الكرة. يا سلام على التمريرة. كوتينيو. الكرة في المرمى. هدف في هذا التوقيت. الله على المتعة. دخل منذ قليل، لم ينتظر كثيرا، لم يكن بحاجة إلى الوقت، وضع الكرة في الشباك. أي تبديل، أي عصا سحرية يملكها هذا المدرب. رائع كان هذا اللاعب في تلك اللقطة. جوني يفتح اللعب على الطرف.
جواو موتينيو. كونور كودي ملعوبة إلى موتينيو. راؤول خيمينيز يتدخل ويسترد الكرة بهدوء. نيمار بمروة تقدم الكرة. انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل وبالتالي لا خطورة على المنافس. المنافس يسيطر على الكرة. كرة بتعدي بيواجه فيها المرمى. إمكانية للتسديد. كرة بترتد من الحارس لكن ما زالت في الملعب. 9 دقائق تفصل عن نهاية المباراة. فرصة الآن لكرة مرتدة. يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي. يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل. الله على الكرة. أعتقد في رأيي بأن المباراة انتهت بالفعل حتى قبل صفرة النهاية. لا يمكن أن يعود الفريق الخاسر في هذه اللحظات المتبقية من المباراة. كونور كودي يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، نادرا ما يخطأ. فرصة هدف في هذه اللحظات. يا الله على التصدي. تير شتيغن يتألق تألق غير عادي في كرة من مسافة قريبة جدا. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة يجب أن تستغل. فرصة هدف الآن. يا رب في المرمى من اليوم. هدف من الأسطورة ميسي. هدف بالفطرة يعشق المرمى. تنطلق فقرة نهاية المباراة.